بسم الله الرحمن الرحيم. بهذا الفيديو راح أقدم لكم إنشاء للغة الإنجليزية للصف الأول متوسط اليونت الخامس، بالأخص إنشاء عن العراق. إنشاء طلبتها مني متابعة تليجرام بقناة الصف الأول متوسط، فلهذا سويت هذا الإنشاء. إنشاء قصير كلش ترى، وكلماته بسيطة، وأي طالب حتى لو مو كلش يعني عنده معرفة باللغة الإنجليزية ومعانيها راح يقدر يحفظه وسهل عليه. فنبدأ على بركة الله. أول شيء بالإنشاء إيش تنتبه؟ تنتبه على عنوان الإنشاء، يعني أنت مو أصلا تقعد تكتب اللي ببالك، لازم شوية تفكر بالإنشاء. فهنا أنا كلش بسيط مالت الإنشاء، paragraph about Iraq، رايت paragraph about Iraq، اكتب قطعة إنشائية عن العراق، يعني بس تلقى Iraq بين قوسين أنت رأسا اكتب هذا الإنشاء. أول ما نبدي هسا نبدأ نحكي الإنشاء، نترجمه. Iraq is a quite a big country. أول فقرة Iraq، نعرف العراق is a quite big country. quite هذه big يعني كبير، country بلد. خلصنا من هاي الفقرة، هاي أول نقطة حفظتها. it has a big population، هو يمتلك، has يمتلك big كبير، population يعني قصده سكان. عراق بلد كبير ويحتوي على عدد كبير من السكان. إيش كثر فيه السكان؟ there are about 30 million people live in Iraq. حوالي 30 مليون بيوبل شخص اللي يعيشون in Iraq، في العراق. Iraq grows يعني شنو grows؟ ينمي. فذني شوي يمكن أصعب هسه هذا المقطع، يمكن هو أصعب شيء بهذا الإنشاء. wheat قصد القمح، rise الأرز، dates هو التمور، and vegetable شنو قصدنا بها؟ الخضروات. oil is the most important industry in Iraq. إحنا شنو نقصد بالأويل؟ هو النفط، شيء معروف كلش، most important أكثر أهمية، industry يعني صناعة in Iraq، في العراق. The visitors of Iraq can see a lot of old places and different cultures. visitor شنو قصدنا بها؟ السياح أو الزائرون، هي visit شدنا زيارة، visitors زائرون اسمها. عندنا of Iraq can see، كان يستطيع سيارة، a lot of old places، a lot الكثير، old places old قديم، places هي الأماكن. هم يستطيعون رؤية الكثير من الأماكن القديمة في العراق، and different cultures، different يختلف، culture حضارة. يعني معناه هذا المقطع أن الشخص اللي يزور العراق يقدر يشوف الكثير من الأماكن الأثرية وحضارات مختلفة. فالإنشاء مختصر مفيد. شنو هو؟ العراق بلد كبير يحتوي على عدد كبير من الناس. العراق يشتهر بزراعة القمح، الأرز، التمور والخضروات، إضافة إن النفط هو الصناعة الرئيسية في العراق. بعد أقول لك اللي يزور العراق يقدر يشوف الحضارة المختلفة، إضافة إلى المناطق القديمة، أي قصدنا الأثرية. وشكرا، وأتمنى استفادت من هذا الإنشاء البسيط.